يا صباح الفل والورد والياسمين على كل الناس الحلوه. النور قاطع ليه 5 ساعات بس انا مصره ان انا اعمل معاكم ليفت. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تظبط الملح بتاع المخلل. النهارده اقول لك على المقادير بالظبط، اتبعيها يطلع معاكي مخلل تمام ومش حادق وحلو جدا وزي الفل. معايا هنا 2 كيلو ليفت وواحده قرنبيطه تمام صغيره، وهنا انا مخليه واحده بس عشان اوريكم طريقه التقطيع، لاني انا بحب انت قطعيه زي ما انت براحتك، بس انا بحبه صوابع زي البطاطس. متاح ممكن تحطي مع الليفت والقرنبيط جزر بنفس الطريقه، تقطعيه رفيع وصوابع كده تمام، هيستوي حلو جدا خلال 3 4 ايام عشان احنا في الشتاء. انا بس خليت معايا الواحده عشان اوريكي ايه انا بقطعها ازاي تمام. طبعا دي لفتايه كبيره، اهم حاجه تكوني نقعاه في ميه حلو جدا. دي لفتايه كبيره، في لفت صغير ايا كان. بصوا انا بعملها زي البطاطس كاني بقطع، انا مش عارفه الكاميرا بصراحه مظبوطه ولا مش مظبوطه، متهيألي اه ان شاء الله تبقى مظبوطه. تاني عايز تترفع شويه ولا ايه؟ تمام كده دوجا. انا بصور فيديو جايسر، انا بصور فيديو بصور فيديو وربنا بنفصل الفيديو مش كل مره بقى. اهو بصوا صوابه تمام. هنا عندي 2 كيلو لفت وقرنبيطه تمام. احنا مش هنحسب القرنبيطه لان القرنبيطه صغيره جدا، فاحنا هنعمل على مقادير ال 2 كيلو لفت. مقادير ال 2 كيلو لفت، هنا عندي واحده بنجر. على فكره انا مورياكو طريقه حفظ البنجر في الفريزر، كنا قبل كده مقطعينه ومغسلينه ومقطعينه شرايح كده وشايلينه معاكم في شايلاه معاكم في فيديو في الفريزر، حلو جدا خليه معاكي طول السنه تمام. الاستخدامات عديده جدا جدا وقلنا استخداماته في الفيديو، مش للمخلل بس. وهنا معايا مج خل تمام على 2 كيلو لفت، وهنا عندي 7 معالق ملح بالظبط، 7 معالق ملح من اللي هي بتاعت الاكل، وبرده هنعملها مع بعض سوا. بصوا انا هعمل ايه، كل اللي احنا هنعمله هنجيب البرطمان بتاعنا نضيف، وطبعا بس الصرخه ضيقه. على فكره احنا عاملين مخللات كتير جدا، عاملين الليمون المعصفر والليمون المسلوق وعاملين البتنجان وعاملين الجزر والخيار، عاملين حاجات كتير جدا على فكره. فاللي عايز اي طريقه مخلل يدخل عندي على الصفحه هيلاقي طريقه مخلل كتير. وعاملين الفلفل تقريبا نوعين معرفش مش فاكره. بصوا على فكره انا هحط نص معلقه سكر على الكميه دي. انتي مش عايزه تحطي السكر ما تحطهوش، بس لو جربتيه مش هتندمي صدقيني هتدعيلي. السكر بيديله طعم حلو جدا، والسكر لو انتي الملح زاد منك سنه ماشي انتي ما خدتيش بالك مثلا او حاسه ان هو احدق منك، السكر هيظبط لك صدقيني الدنيا. اهو 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 احنا خلصنا اهو، احنا قلنا دول 2 كيلو لفت. انا كبرت لكم البرطمان اهو، انا بعمله برطمان اصغر من ده بس قلت عشان ايه نشتغل فيه براحتنا. مش محتاجه ان انا افصل الفيديو عشان هو ايه اهم حاجه بس ايه تمام. حط عليه، هو مش باين مش عارفه عشان ال بصوا عشان البتاع عالي قوي. بصوا ادي واحد ادي واحد، اهم حاجه نشوف الملح ماليش دعوه بالبرطمان. ادي 2 ادي 3 4، بصور فيديو يا خديجه بصور فيديو، 5 6 بالظبط 7. وهنحط هنا نص معلقه سكر تمام. انا حطيت بالظبط 7 معالق يا جماعه ماشي، 7 معالق بالظبط. وهنزل هنا بالبنجر بتاعي برضو وبالخل وشكرا كده. نحط الميه وارجع لكم. اعملي نفس المقادير دي هتظبط معاكي حلو جدا، وما تقلقيش من معلقه السكر او نص معلقه السكر اللي انت هتحطيها بتدي طعم حلو جدا. وقلت لك ان الملح لو زاد منك معلقه السكر دي هتظبطه جدا. اهو تقفليه كويس جدا، اهم حاجه عشان تدوب الملح. بس انا مجرد ما حطيت البنجرايه ادي المخلل بتاعنا،
اهم حاجه بعد ما تربيه ممكن يبقى محتاج شويه ميه، فهتزودي شويه الميه. البنجرايه انت اصلا كده كده مقطعه شرايح، فمش محتاجه انك تقطعيها حتت صغيره. بس الفيديو بتاعنا النهارده بسيط وسهل جدا لكل الناس اللي الحلوين اللي ما بيعرفوش يظبطوا الملح، ودي حاجه عاديه خالص معادي، ممكن كلنا ما نعرفش نعمل حاجه زي دي. بس فعلا في ناس كتير جدا بتقول لي ان هم ما يعرفوش يظبطوا يحطوا المقادير ايه بالظبط، الملح قد ايه، الخل قد ايه، اتبع المقادير دي بالظبط وضعف الكميه. انت هتعملي 4 كيلو بس، يستحسن في الليفت ما تكتريش عن 2 كيلو. لو انتوا 4 5 افراد كفايه قوي 2 كيلو، لان لما بتزودي بعد اسبوعين هو بيطرى اصلا وبيبقى طعمه مش حلو، مش هتحس ان الطعم مخلل، غير الفلفل غير الجزر غير الحاجات التانيه. الليفت بالذات ما بيقعدش فتره طويله، تمام، هتلاقيه بيطرى وبيشرب ميه كتير جدا. ف بس ده نصيحه مني ليكوا في موضوع الليفت، اعملي الكميه على قد بالظبط الاسبوع او ال10 ايام. اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.